يا بين اثنين زعما خطا بين هذي البنية الفال والحنة في اليدين خطبة والسهرة عائلية شنها الدار ومصروفها بالملايين ذهب وجوهر وتحوى سحلية دار وشهور في القرطو جابنين هذي الحالة وما راهيش عادية جابوا الطالب ومعاه متفاهمين ويما وبابا خايفين عليا سامحوني يا الوالدين زعافكم غالي عليا انا وليدكم ام العين هذه كاميرا مخفيه كيفاش هذه كاميرا مخفيه هكذا التلفزيون يا وليدي. عريس حلقة اليوم الرابور فريد كالاميتي. الحلقة تاع اليوم رايحة تكون اكسبسيونال على خاطرش عندنا 3 فيكتيم: خالد فريد الكالاميتي، لو رابور ميستر ابي، ومغني شعبي باجي البحري. الحلقة تاع اليوم رايحة تكون قاعدة خلوية. الله يبارك وادي لا ماما غادي الله يبارك وادارك كبير جاي معاك ما شاء الله كما نقولوا لوين حلال واللي فيها خير تعقيد ودرت غطار درنا الغطار باسكو كان انسوندي هنا صرا كما لي بومبيير لو كنت مريت بكري نعم لو كنت مريت بكري جون صباح يا معايا انا فرماج عندي فرماج وهذا بصي بشكل لي فرماج تاع الدار سمحوا لنا معليش ما قلتليش بلي فوقو ساك والله واش تقول او بلوس يبان شبه بزاف كي داخل الكاسكيت شفتو دا سو فيسبوك سون كاسكيت فيسبوك يبيع مره مدام صحيح شي كيما نقولوا مجامله ولا تفضل راهو صاحبي سما طريق بروش الله يبارك انسان وي فاميليا بمعنى الكلمه الله يبارك الله يبارك احنا هذا واش نحبسوا انا فرحت له هذا بشي حاجه ها راه صاحبو ولا كي يطيح في بنت الحلال وليد الحلال سيري صوصيال وكلش اللي نقولوه زياده ماذا بينا كي تكون فاهمه بيناتهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيهم و... هو الصاحب عمر الزواج ياسر لهنا كاع بالدراهم انا عجبني صاحبك قالوا بيت فاميليا ان شاء الله تكون كيما يقول صاحبك ان شاء الله وي ها الزواج لازم تكون على حسب المقام ديالو باهيما يقولوا الاستوريه اللي عنده الطفله يخاف عليها واللي عنده البنت يخاف عليه بصح باسكو هذه الشهاده راح نشهدوها من بعد ولا واش قال الشيخ ياسر قالوا بيت فاميليا قال كون شاف حاجه من هنا يطلق لها شفت هذاك لا انا بابا وينك حاطني هنايا عيني كيف كيف شوف حد يرى هذيك بنتنا احنا تاع الناس كان ماشي عزيز عليا على بنت بابا علاش باسكو ماشي العماله اه يس هذا زواج انا لو كان ما شفتوش انسان تاع دار انسان تاع خير ما نجيش معاه كما قلت لي مقبله كلمه مليحه الوقت هذا ولا واعر صح الوقت واعر ولا واعر والكلمه راه كي تخرج من واحد هيك رصاص صح 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 واحد دوك هما راه غير يشكروا في ساعه الخير الحمد لله لا ماشي هذيك تبع مليحه تسمى انا هذا السيد وكما نعرفوش وما تسمى فريد جسبا حكيت لهم على كونديسيون تاعنا فهمتك كلك زبط شنو راهي ومام طون باش يعرفوها يقولوا ماذا بينا حكيت لهم على البارور ان شاء الله بيان سور حكيت لهم على البارور بارور ماشي تحت 80 قلت لك ياك كنتي داكور 80 تحت ماشي تحت 80 80 مليون اه واش زعما 80000 ها بارك 80 مليار ولا بارك 80 لا لا 80 مليون جات 80 مليون صاحبك راه دار يدو في فمه وما تعاوناش راك قابل ياك فريد 80 مليون ها ماشي تحت 80 مليون فوق 80 مليون اه 80 ولا الفوق زعما الصداقه 50 هكاك باش تبغيت ما تعاوني تروس واش بك خويا جاك الضحك ماشي جا هذه هي يا العروسه
كل واحد كيفاش رياجي، كاين اللي يزعف، كاين اللي يهرب، وكاين اللي يجي الضحك. ماشي شغل هذا جبتو يحضر معاك للخير ولا جاي؟ لا هو جاي هكا ولا هو يحب لي تما هو يضحك بزاف لا والو ما على بالوش يعني ما باش مش على بالك تعرف بلي بابا يتقلق من لافاي. ما هو راه في الصح هو بالك راهو برك كاينه حاجه كي يضحك برك هو بصح او يشوف بلي صاحبه ماشي قادر اوتوماتيك مورا غير ياجي. لا ماشي قادر نشوف صاحبي حاجه اسمح لي كلام اسمح اسمح تفضل صاحبي نشوفه قادر ونشوفو كيما نقولو دارغاز وليت فاميليا. انا واش اللي حاب نهضر حاجه اللي دهشتني شويه سيك راك تضربو بالنبار شويه كامل حتى ما غالب خويا دوك كل واحد وشروطه كاين لي دوموندي طفل باطل كاين لي دوموندي قلتي له فهمت على هذا الشيء وانا برك كيما قال لكم شاني دوكا فريد راهو قابل شروط انت يا مستر ابي علاش وياكل فيك قلبك ما نقولك مازال تشوف كي ياكل قاطو تاع سي الفوديل. لو كان نحكو شويه على العرس العرس ماذا بيا سواغي خير باش نجيبو لوركستر تو و ماذا بيا ما يجوش لي زونفون با دونفون باش تقاطش الداخل خارج شويه لي فيي هذوك ما نجيبوش الدراري في السواغي ماشي سينو تي مدون اون ليست نشوف لي بلي بلي نو وبلي فوتو تاعهم نشوفو من بعد لي بيان يدخل ماشي بيان وشكون نجيبو لي با اوبليجي ها او شيخ البادي الله الله صرا شيخ تاع شعبي بادي البحر ايه علاش ما تعرفش شعبي شعبي كانت شعبي نعرفو لهاش مين الله يرحمو الله يرحمو لي زونسيان البادي شوف لي ربي انا اللي شايفو انا ماني شايفو انا اللي شايفو بادي البحر اللي غدا شايفو شايفو ماما ايوا بليزير زالبوم بصح هادي ما نحبو شويه الموسيقى اللي تحبها الطفله واش تحب هي باريكزوم شكون تسمع؟ انا على بالي واش تسمع بصح هو يعرف هو علاش تقول لهم انا والله غير بروبوزات اليسا وما نعرف اليسا سمحوا لي والله سمحوا لي شغل كي يكون شويه نيرفو بالك اوه يا مستر ابي هادو ما مشي لينا راك مخلوع في الفاميليا اللي طاح فيها صاحبك راك حاب تجبدو بصح ما قدرتش برك كيفاش واش هادي نسيبو انا شغلاني انا ديني خوك نورمال تقدر تجيب ايليسا كل القاطو هاهو ايليسا اللي تغني لي المفا تغني لي انا نجيب واد زاير تغني المليار زوج بلايين اه شيخ الباجي لا دوك الى انت دوك عرفتها شكون هي عرفتها دوك شكون اليسا هي تغنات زوج ملاير شفيت عليها فريده قابل شوف هذا المشكل باش نحيوها كيما اليسا انا نجيبها فارا شيخ معليش نرجع لكم بابا نورمال اليسا عليها ماشي مشكل عجبك فريد عندنا اليسا وعندنا 80 مليون وعندنا 50 مليون شفتوا واش قلت لكم القاطو تاع السيلفو ديل يرجعك تقول كلش ايه باجي البحري مسكين راهو مخلوع انا غادي نشوف صاحبه واقيلا واش قابل سمعنا خويا يا سي الباجي سمعنا انا الله يستر سمعني اجينا لهنا باش نتفاهموا باش حتى انا نحب الحاجه المليحه خويا وسط الجماعه ماذا بينا نهضروا كاع فاجي يهضر فريد هي نعم ايه عندها الحق واش رايك حبتهم دي وهو رايو ولا يجب لها هذا الشيء هذا اللهم بارك هو راه قادر واحد ما يكونش معطل في الامور والله يرضى كيما نقولوا احنا واللي ما عندوش تا هو قادر واش فيها ولا قادر يا خويا علاش لا لا علاش لا لا طفله حبها ويا شيخ جوست كي سي راهي 130 مليون انا الطفله هذه تسوى عندي كثر انا نجيبها من يوم اخويا الله يبارك الله يبارك انتوما بكري بالكتو تخطبوا هكا يا بابا لا 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 ما قلت لك ما صطبت دي طب دوك خلاص شيخ تشوف له المانو زين كنبنيكم ان شاء الله يا ربي يا خويا حنا ان شاء الله دابينا فريد معليش خلوكم تكسروا بيناتكم لا 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 خلوكم بيناتكم بين صحابكم احنا رانا فاميليا معليش نهضر انا مع لي بارون ماما وبابا وانتم هضروا بيناتكم هذا هو الوقت اللي نحبو انايا كي يكونوا يتفاهموا بيناتهم واليوم مع مستر ابي عندكم واش رايحين تشوفوا واش
نتايا انا اللي معاك من الكعب هيا راح تبالفت على راحك مش بيك انتيا هذا ما قلت ليش هكذا يا هلو شبيه يو الدار حتى مش بيك فاريد راك مخمد راك مخمد راك مخمد مانش ممكن حتى هاتش اسمع عابي مش نتايا عندك تاكين هنا إليسا غطا يجيب حرام دم إليسا ما قليش ما قليش فش إيش دعا قلي خالي أنت تحب على جلدران بيبس حيا حت فريك هي خالتي يتخطبي معي طفلة حق ماشي قلناش هكذا بصحيح قلت يما سمحيني يما سمحيني لا إله بطلع هو قال لك الألمان وناكل أنا جاب لي ربي وملك لا وهل الأولين لا يأكلوا لي دقوا بعد كلهم أنا وما قال يمصوا مصولك دمك أنا ما قال لي روحي خالتي يا خالتي روحي معايا أنا عبي وضع غير صفوتة تأكل أنا خليني تقرب عونيني عونيني يا خالتي قصرت مع اخر شيء عشتك وقف هنا قلت لك شنو خصك ما حبيت حاجه ولا على حبيت نوقف برك نصبوا انا في موبيل صوت علاش خد راحتك خويا علاش تكذب يا ابي حبيت نفكرك واش كنت تدير المهم حنايا سخانه بدات تطلع وباش نزيدو نسيلو العرق رايحين ندخلوا في لافير تاع الكريدي بونكا هذه نحوس على الصراحه معليش ما هذا والله غير هضره هذا وحاجه كل ما مش نحشيو لي وجه الله روح انا اقول هذا 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 ما موليدك دوك راك وليد انت باش عطيت انت هذه كيما يقولوا مازال ان شاء الله نهضروا الصح ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي راك عطيت هذا نحبوا لهنا لوليدنا دوك هذا انا واحد باش نعطي له هنايا كيما بنتي سيك سيك الانسان كيما نحبوا شكون راك نعطي له الدمبي نعطي له سي نورمال سي بدا تاعي نورمالمون هذا وليدك كيما عندك بنتك هذا وليدك شوف نفيا خير الله يجي شوف شيخ خليني نهضر تفضل صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ربي عاطينك خفف عليه ربي يزدي مثلك اكثر انا نقول لك واحد الكلمه هذا السيد هذا راح يولي كلش هو ابي ولا انا الرزق بالي عندي زعما انت هذا كيدي واش صح هذا الرزق لي من يولي انا كاتبه كاع على بنتي وهذاك ذو كيكون في حاله منه يولي كلش ليه كيكون كلش ليه الله يا رب وندير لك ملاكي قلت انت انا نبغي واحد صالح انا ندير معه واحد القضية مليحة الطفلة ما كاش عمرها انا ندير كريدي بونكير لحق له حتى المليار ونص صافي بليز بابا هالي زومب لا شفت كده هالي زومب ما تتقلقش يا سي ابي مع السي الفوديل ما صافيش بليزير قاع كريدي بونكير والا ما انا مليار ونص يصبر سيدي ما تقلقش يا سيدي ها ندير الكريدي بونكار تدي الطفله وتدي الدراهم وتروح تربي تدي كلش حبيبنا تفولي الخيار شويه يا خويا الرجال معاك الكريدي بونكار على كاش واحد هذوك الدراهم تحكمهم يولوا للطفله والسيد يبقى مع البنك نديروا له كالندري وانا المدير صاحبي شيخ كل على ربي يا شيخ يدير كلش على اسمك مش دي دراما خلاص هذه 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 يا شيخ كيف هاي دي دراما اسمع تاك تاكل معنا يا شيخ خنديرو كاع دراما مش ناكل مش ناكل نتوما يا واد مسكينتو يا شيخ هو يقول لك الكريدي بونكار والله بصح علاش كريدي بونكار علاش بصح اش نعاونو فاش نعاونو زوج نبدا ديريكت انا ندخل نقول لهم زوج خلصت ايه باش نجيبوها باش نخلص طفله انا ديريكت نقول لها اني خلصت كلش ما فهمتش دوكا هذا راح يمشي مع فاري ريح قدام بقى مستر ابي فهم القضيه وباجي البحري تخلطوا له الخيوط وباش نزيدوا نخلطوها لهم اكثر راح نبينوا لهم باللي لافير هادي مخدومه سي بون فهمتوا على سي بون سي تخلي كي تعرفي باباك يا خي يفري صوالح انت كي قابله ولكن قابلين توما سي بون خالتي
نمشي كما تقول انت كيما انت هو المعلم يا خويا شوف واش راك انت قلت كاني راني قادر نشرب بالحضور انا معاك يا خويا وليدي ربي يهنيكم وكيما تفاهمنا والشيخ راه قابل وسعيد هو ولا راني قادر على الشرب الله خلي الشيخ خير فريت له وين جبت دراهم ان شاء الله يهنيكم ها انت ما كان واش هو فرالو وين جبت دراهم انت فريت على بالك منين يجيب دراهم منين يجيب دراهم ما فهمتش انا على بالي بلي بابا كيفاش؟ نديرو افير على راسك ديجا انا نمسك الباس بحالي نديرو افير على راسك شيخ اي روح انا نحب نروح شيخ واش ما غير نحب تفضل على راسك تفضل شوف ما راني زعما انت شوفي بالك يسكر ولا كيف هاجي هادي هي الهضره بصح شيخ كاين حاجه معليش كيفاش تهضر معاه معليش لا لا روح تفضل تهضر معاه معليش نروح معليش نروح هذه الولد هذا مغمض وتاك حد يدير له عفسه تاع لونسير واش معناتها مغمض؟ انا متفاهمين بيني وبينك ومن بعد كنت تريتي مع بابك وبعد باباك يروح منا وانت على بالك بابك واش راني تريتي اديه روح هضر معاه الداخل سيت ابي انت وين نتي انت خلي هضر معاه الداخل دخلوه هضر معاه هو دوكا شك بلي انا كيشكرو خويا ما قالش يشكرو لا فرح له هو كي قال له هو كي قال له اصلا فيها بنتي انا دوكا شايفه الحنونه يما هضري الله يعطيك الحنونه ما عنديش الحق يما قلت له قال لك انا الشروط يا اخي قال لك راني قابل به معليش معليش دقيقه كاين حاجه دونك حنايا رانا كيما قال جينا نتكلم دقيقه دقيقه ابي الرسول عليه الصلاه والسلام قال من راى منكر فليغيره خويا واش منكر خويا سامحني سامحني واش منكر حبيبنا معليش واش تكتبوا باردين باش راكم ديروا ماشي منكر هذا انت بكره انا عمري ما شفت واحد يروح يجيب مليار ونص باش يدير بها العرس وانا نخلص هذه عمرها ما صارت هذه على بالك تسمى انا ندير انا ندير ولا خويا يدير كاين لي مونكر ولا هو باش يدير عرس انت في بلاصه بابا لا لا عافية هاني جاي هاني جاي باجي دير كريدي على ما نديرش كريدي انا ثاني ما نديرش كريدي خو ولا غاب ما فيها حتى رزق ديروا على حنا خاشي ولا راكم تقعدوا بين اجاه ما فهمت انا ولا ما يحبوكش ولا ما يحبوش يفرحوا لك ما عندك ما راكش يفهم لي دوكا ولا كان راكش يخاف ما راكش نلعبوا يا باجي انا واش ثاني انا لا تهوش كي لحقت الدراهم كي لحقت ولات كاميرا كاشي ولينا نلعبوا ما فهمتش اختي كاشي كاشي اختي مش قلت لي صراحه وشنو مال اخويا الدنيا هادي ماشي والله صح الدراهم يكون لهنا يكون واش تحب الكاميرا كاشي هادي ما راه طبيعي انت عارف انا تروح مع كومبليس مش عارف بلدي بتخرف على راحك انت يا لك حاجه ماشي ديرها مليح في بالك هاكا الاول الطفل هذا وعقد على بيها جب وجبنا الشيخ انت نقول لك العقد وكلش نقول لك العقد وكلش وما متفاهمين ما برك جينا الكاميرا كاشي هذه انا يعني بلس ما تقعدوش بين كاميرا كاشي كاميرا كاشي كاميرا كاشي هذه ما تقعدوش بين كاميرا نص من الكاميرا كاشي انا جيت والله مريضه انا ورواحي خالتي رواحي خالتي اليوم تجي رواحي انا خليت كلش خليت شغل والله ماني فاهم فيها والو هذه الكلمه اللي تهضرها تجا ولا ما نعرفها كاع كلشي مبروك هذا ما تهضرك عليه واش الباجي راه نجيب لك العقد اخويا بروك تعرف تقرا وتعرف كلش بروك عليه قال لك راه عقد نجيب لك العقد السمانه اللي فاتت واش قالوا كان صبرت 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 دوك كاين الدليل دوك الى راك قابل ربي سهل ان شاء الله دوك انا نجيب لك العقد وكلش والله الا بيه انا ندير يا صالح نجيب لك العقد ويا عزوج ماشي هو هذا نجيب له العقد خير قرطو جيب له حنا رانا نعاونو شي 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 راك تقول لي تصل الهضره بزاف وانا لا لا ما نعرفوش في امور الزواج يا اخي يا اخي ما ندخلوش في هذه الامور نهضروا بكلام محترم ما ندخلوش في هذه الامور ولا ما ندخلوش في هذه الامور كما قال باجي عنده الصح
فوالا كانت لا كاميرا كاشي عريس وعروسات عن نهار اليوم مع فريد كلاميتي مستر ابي وباجي البحري. انا نقول لكم تلاقاو غدوه ان شاء الله مع ضحيه اخرى وعريس واحد اخر. صحه.